السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين قناتي أريزاد. رحب بكم فيديو جديد معنا ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي وصفة قوية جدا لترطيب الشعر بمكونات طبيعية وموجودة في البيت. مكونات هذه الوصفة كما تشاهدون، عندنا العنصر الأساسي وهو قشر الموز. ماذا بكم قشر الموز يكون بهذا اللون، هذا اللون يعني الغامق، ما يكونش اخضر، وزيت جوز الهند طبيعي وزيت الزيتون. هذه الوصفه اللي يشتكوا من تقصف الشعر، من هشاشه الشعر، من خشونه الشعر، راهي ترطب بالشعر وتنعمه وتعالج كامل هذه المشاكل، وفي نفس الوقت تطول الشعر مع المداومة. طبعا أقول وأكرر مع المداومة، يعني ما تجربوش الوصفة مرة ولا مرتين وتقولوا ما عطتنيش نتيجة، لازم على الأقل شهرين إلى 3 أشهر. المهم هذه الوصفة تغنيك على الكيراتين الاصطناعي اللي راه يسبب مشاكل بزاف في الشعر. هو يعطي طبعا يعطي نتائج جيده وسريعه، لكن بمجرد ما تروح الفعاليه نتاعو الشعر يولي أسوأ من اللي كان، يعني راح يتبدل الشعر ويرجع يرجع اكثر من اللي كان قبل. يعني انت راح تعالجي مشكله ومن بعد تروحي تولي في مشكله اخرى، وعارفين بلي انه فيه مواد صناعيه تسبب مشاكل للشعر، دونك تجنبوه واستعملوا مدى بكم المواد الطبيعيه اللي ما راحش تضركم، الا ما نفعتكمش ما راحش تضركم. نرجعوا لوصفتنا، كما قلت لكم عندنا قشور الموز يكونوا طايبين كيما هكا. استعملوا 2 من الموز فقط، طبعا على حسب طول الشعر، اللي عندها الشعر طويل وما تكفيهاش تقدر تزيد الكميه الى 3 موزات. عندنا نصف كوب من زيت جوز الهند ونصف كوب من زيت الزيتون. اول خطوه هي ناخذ قشور الموز، ماذا بكم تقطعوهم، انا ما قطعتهمش وغبنوني في الخلاط الكهربائي، قطعوهم الى قطع صغيره وضيفوا لهم هذيك الكميه نتاع زيت جوز الهند وكميه نتاع زيت الزيتون، ونخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي. نتحصلوا على هذا الخليط كما راكم تشوفوا، يعني هذاك نصف الكوب تاع زيت الزيتون مع نصف الكوب تاع زيت جوز الهند راح يعطينا كوب كامل من الخليط زائد قشور الموز. بعدها حاولوا تسخنوه شويه برك باش يدفى، باش كي تحطوه على الشعر يكون يفتح لكم المسامات ويدخل الى 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 الشعر، الى جذور الشعر. من بعد طبقوا هذا الخليط على الشعر، حاولوا تحطوه من جذور حتى الاطراف، وبعد ما تحطوه مشطوا الشعر وديروا مساج خفيف لفروه الراس باش تدخل هذيك المكونات لفروه الشعر. خلوا هذا الخليط على الشعر حوالي 2 إلى 3 ساعات كحد اقصى، وغطوا الشعر بكيس بلاستيكي، وكي تدخلوا الحمام ماذا بكم اغسلوا الشعر بشامبو مناسب للشعر نتاعكم. انا شخصيا استعمل شامبو بيبي، يعني شامبو الاطفال، لانه خالي من المواد الكيميائيه، وكل واحد وكيفاش يحب يغسل شعره. الو هذه هي وصفتنا، نتمنى تجربوها وعلى بالي راح تعجبكم وتعطيكم نتائج جد فعاله، بشرط انكم تجربوها كما حطيت في الوصفه، راح تعطيكم نتائج مذهله، نعومه في الشعر ما تامنوش، يعني راح تغنيكم على هذا الكيراتين واللي راح اللي تخدموه عند لي كوافوز باثمان باهظه، راح تغنيكم عليهم. دوموا على هذه الوصفه دائما، تقدروا تستعملوها 2 إلى 3 مرات في الاسبوع.
إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش باش تدعموني باشتراككم في القناة وتضغطوا على زر إعجاب وتبارتاجوا الفيديو مع كل أصدقائكم لتعموا الفائدة. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.